أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك صباحنامي أعلن سيدة ميديا يوه صباحنما خميس قدوب حساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي أحي اللي بانفاقي أو كدوا واقي إن أو سن مركلا يسكو الشرحين إن كرسيقي أو إن مدكو فدي يسل مركاسي ناس عسيلي سرقال سري أو كتير سن دولة دا فدرالك صوماليا أو لغود دي مقالو مقدشو حلبان أحمد معلم فقيه كمداح حلبان دوغو عن سن بارلمان كمدحليت كيسو دمادي أياكو دواقي إنانو مركالي اترتمي دونين كورسيقا هوب إبرسو دوني سيدي دوو كوفن يي حلبان فقي أكس وزير كأمنيقا قلمدوك أيا شانتي سنو يلاسو دافاي كمداح حلبان دا سيدا وين ومعارض سنا مدح ويني هوري صوماليا دوهاني محمد عبدالله فرماجا وحينا دوان اسكو داعين مدح وينها قلمدوك أحمد عبد الكاري قور كرسيغا هوب صدن اي سيداد ايايا لما قالد قال كعيو وحا مالمي لسو دافاي اودان حريرة كالدوان الاسو سميي اسحاب بادان اي قار كميد اي تاغير يا شيدا قار اهان ارينت اللي حريرتا او ترتميد دا كرسيغا هوب صدن اي سيداد اي آنكو فديي مركا كوباد وحانو مهد علين يا اسحاب تيدا يا قرابة ديدا وحان ربا انان لو داغو انتا ان اوغين انانا او ترتمينين كرسيغاسي سند كاني ارمو اي قار اه اوغيد اي انيغو نفتيدا او قوري وايي ان ان هوس فريسي جيدو لنمو كرسي دون اوغي اي دنكا كالي سياسدو ان ايسان اهين او كليا بارلبان كا او حبين لغا نقضو وحان كرسيغاسي كومتالي يي بارلبان كي توباناد داد إيا ديگان كي إي سو إكمدي إيا قران كا سوماليا دوحونا كرسيغاسي أهامي تل مامان لغو متالي يي أقون أراكت سياسادات أو حر أح إيا دلقات وحانا كميد أها حلبانا دي فاركو تريس كا أها إيكالي تاليس كا توش كا كو إفي يي إنتا أوسان في علوين كي سي قرعنا لسو بحن وحو أها كرسي لغو إلالي يوميد نمدا إيا صومالي نمدا قد يدها أمد صومالي او تاغي يهين يوميد لغو صحو تاليسكا في الصومالي أيو يريح اللبان فقي سيكا سواها أها تاسي طوصا يو عدي يي إن أوسان اترتمينين كرسي جيح اللبان نمدا بارلبان كفدرالكا صومالي دينا عكال الدبلي هبايسان أيا ديل قرشيسان كفولي سيدك مدى وابري اي قبل كبنادر كاسي او لو ديستي سرقال كاترسان وزارة دمالية دا صوماليا سيدا اي حقيجيان الى ديگان كاهي ديكا ايا كرد اي حافظ دالاي بيريا وحانا مرحوم كاللطوكتي مجي عيسا لغو شيغي علي حاجي ايادا او اي بحسدين رقي كدن بيه فالكاسي توغا شاد ايا كرد عد قوب لغو شاهو او كتال سوق اللاي بيريا وحانا رقا ويرر كفولي اي اي كوبيس ناين بستولدا warka ayaa intaas ku daraya in marxuum Cali Haaji uu ka tirsanaa qaybta canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda iyadoo meedka ay goobta ka soo qaadeen ciidamada amniga ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amaanka iyo maamulka degmada Waaberi oo ku aadan dhacdadaasi dilkan ayaa qayb ka noqonaya falal amaan darro oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho oo laga dareemayo mashquul ku aadan doorashooyinka dalka si kastaba arrintani ayaa muujinaysa in kooxda Al-Shabaab ay kordhisay howlgalladeeda Muqdisho iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay weeraro ka fulisay caasimadda dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ciidamada ka amar qaata ee ku sugan magaalada Muqdisho wax ay amaanka ka qabtaan ma jiraan kaliya waxay u taagan yihiin in ay qof dilaan dadkana ay caburiyaan fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah maxaa ka jira in madaxweyne Cali Guudlaawe oo xabsi guri ku yahay magaalada Baladweyne wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay khilaaf u dhaxeeya Dabageed iyo Cali Guudlaawe waxa saacadii u dambeeyay soo baxay warar sheegaya in madaxweyne Hirshabeelle Cali Guudlaawe laga hor istaagay inuu u safro magaalada Jowhar oo na xabsi guri ku yahay magaalada Baladweyne sargaalka tirsan madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxa uu warbaahinta u xaqiijiyay in warkaasi yihiin been abuur ayna faafinayaan dad ujeedo gaar leh taasi oo looga sii darayo xiisadda ka taagan magaalada Baladweyne waxa uu sheegay in madaxweyne Guudlaawe uu si caadi ah u wato howlihiisa shaqo isla markaasina uusan jirin safar laga hor istaagay oo ku tagi lahaa magaalada Jowhar madaxweyne Cali Guudlaawe waxa uu Baladweyne u yimid howlo ayada oo aysan u dhamaanin howlahaasi kama tagaya waxa uu ku howlan yahay doorashada inta dhiman in la dhammaystiro ayuu yiri sargaalkaani wararkii ugu dambeeyay ee baraha bulshada lagu faafiyay saacadihii u dambeeyay ayaa sheegaya in xabsi guri xoogan la geliyay maadaama halkaasi uu ku xoog badan yahay Yuusuf Dabageed isla markaana ciidamada uu wata inta badan ay ka amar qaataan dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Dilaaga Qosle Fahad Yaasin Dabageedna waxa uu shaqaynayaa filla Soomaaliya
قودلاب ايا دوانسي ادق اوغو هوري يميد قرشها اي واتين كوحدة فرماجو كاسي او اها ان كراس دور الشدودو كو هرسان تهي بلد وين اللو حيرو دادقار اهي سيدا هوري ادعدي مدح وين اهير شبيلا ايا شلاي كولان او لقاتي انت بادن مشرحين تو تاگن كو ايتوانك كرسي اي كو هرسان مقالة بلد وين ايا او عديي ان او سان مرنبا يلي دونين ان لكالا حكسدو مشرحين تا ايا او عديي موقف كيسا كولان كاسي ايا وحا سيدو كلا قوب جوكا اها مدح وينا كوحيقين كهير شبيلة يوسف احمد هاقا دبقيد كاسي او ديدن ان كراس دلو فرو مشرحين تا وحي نوارر لحل يشيغي يان انو ولي ديدن يهي قو آنكا او كو اتكيستي قود لابي دبقيد ايا كو حيرن في لصوماليا او داني نيسا ان قار كميد اهي سياسي انتا اوغو عانسان قبل كهيران آني دب اوغو صول لابن قولها شعبك فدرالك صوماليا مدح وينا هير شبيلة ايا مشرحين تاكا عدسدي اني حالة دجيان اسلامر كاسين اي عيدة مدى امانكا كالشاقيان سوغيد دا امنيقا بلد وينا انتا اي كدا عيسو دورا شدقرنكا مشرحين تا ايا اسلا الشلاي اخبالي عدسيقا مدح وينا هير شبيلة وحينا سيدوكلي اوغو مهد عليين انو كو ادكايز تايقو آن كيسا حلي كو حيقين كيسا او ربو ان لبوو كراس تهرسن سيكاستابا كوحدة دوهاني فرماجو ايا اسكو دا ييسا حليقاني سيدي اي بلدوين اوغا سو سارن لحيد دادقار اهي او اي ودا تو تاسي او كهر ايمانيسا بلان قاد كي او مدحوين قود لابي كاسمي سفر كيسي او هر ريي اي او كو تاقاي مقالة دا بلدوين سيكاستابا ها اهاتي دبقيد واو دي دان يهي وحا او ندون ايا ان او دوهاني فرماجو يدلاغا قسلا او بوابا دورا شادو كراس تهرسن اي تالا مقالة دا بلدوين Asa ahate Cali Guudlaabe iyo mucaaradka iyo musharaxiinta doonaya kuraastaasi ayaa waxa ay doonayaan in kuraastaasi si daahfuran loo furo isla markaana tartan caalami ah oo furan oo cadaalad ah loo qabto dhinaca kale ciidan fashiliye qorsho uu watay xafiiska ra'iisul wasaare Roble oo qabsaday garoonka diyaaradaha ee Garbaharey maamulka magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo ayaa ciidan aad u hubaysan geeyay garoonka diyaaradaha magaaladaasi si halkaasii ay uga hor istaagaan gudiga uu ra'iisul wasaare Roble u xil saaray inay soo qiimeeyaan xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubaland sida aan xogta ku helnay wuxuu qorsho u ahaa talaadadii Garbaharey ka degan xubnaha gudiga uu ra'iisul wasaare Roble u xil saaray soo qiimeynta magaaladaasi balse safarkaasi ayaa baaqday كدب مركي او طلابة داني قاضي مامول كاسي وزير الدولة وزارة امنيقة جبلان محمد عبد الكليل ايا وحلق حمادة او دولة نمد بالمرسن كد المامي طلابة لغو هر استاقي قد ديگاسي وزير الدولة او شر جرائد كو قبطي كسمايو ايا مامول كقرباهاري كو ايديي ان او سندونين ان دورش لغو قبطو ديگ مداسي اساقو عديي ان عيدان لغو هر استاقي danka kale gudoomiye ku xigeenka danka amniga ee maamulka Garbaharey aadan Siraad Maxamuud ayaa beeniyay in ciidan ay geeyeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi Garbaharey ayaa ah magaalada kaliya ee kamidka ah deegaan doorashada golaha shacabka ilaa iyo hadda aysan ka dhicin wax doorasho ah waxaana wali ku dhigan dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qabiilkiisa waxa ayna doonayaan 16 kursi in ay ayaga maamulaan ama reegedo ay maamulaan sikastaba ha ahaatee taasi waa ay socod la'dahay maadaama Garbaharey ay ka mid tahay Jubaland isla markaasina madaxweyne u yahay Axmed Madobe sikastaba ha ahaatee dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qabiilkiisa ayaa laga fujin la'yahay in doorasho lagu qabto magaaladaasi waxaana ku harsan 16 kursi oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka